لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعد التطبيع صار يقول يا جماعة إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تفرق بين شعوب مصر، ولكن لم يذكر أن إسرائيل سوت مجازر ومذابح في الفلسطينيين، لم يذكر مذبحة بلدة الشيخ ولا مذبحة دير ياسين ولا مذبحة قبية ولا مذبحة قلقيلية ولا مذبحة المسجد الأقصى ولا مذبحة الحرم الإبراهيمي وغيرها كثير من المجازر. لم يذكر أن إسرائيل لا زال عندها معتقلين ومعتقلات، لم يذكر أن إسرائيل لا زالت تشرد وتدمر في فلسطين وفي غزة لا زالت تقصف، هذه كلها لم يذكرها. والطامة الكبرى أنه يجيب علم إسرائيل النجمة السداسية ويجيب الصليب بعدين يجيب قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. إحنا عرفنا أنك تريد تجميلهم سياسيا، عرفنا أنك تخبي جرائمهم عشان في تطبيع بينك وبينهم، أما أن تصحح عقائدهم وتقول ترى إحنا وياهم ما في فرق، هذا خلل في عقيدتك أنت. صحيح نحن لا نفرق بين الرسل، الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة واحدة ألا وهي توحيد الله جل جلاله، الإيمان بأن الله جل جلاله هو رب العالمين، الإيمان بأن الله جل جلاله هو الخالق وهو المدبر، وأن هناك بعث ونشور، وأن هناك حساب وجنة ونار، هذه دعوة الرسل جميعا، لا نفرق بينهم ونؤمن بهم جميعا، ولكن هناك اختلاف في الشرائع. لما جاء الإسلام نسخ كل الشرائع والأديان الماضية وقال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنت ليش تريد أن تصحح عقائدهم؟ ما هو دينك؟ ما هو مذهبك؟ ما هي عقيدتك؟ إلى وين تريد أن تصل؟